ينضم إلينا من حيفا أمير مخول، الكاتب والباحث السياسي، للحديث أكثر عما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أرحب بك أستاذ أمير، ما رأيك بهذه اللفتة الإسرائيلية؟ اللفتة نراها في غزة، في الحقيقة على أرض غزة وعلى أرض مخيم جنين وعلى أرض طوباس. فبدأت اللفتة نراها في غزة ونراها فيما حدث في الأمس في دوار النابلس في غزة. هذه اللفتات الحقيقية. ما يقوله بن كفير هو عمليا يكشف أولا قضية مهمة، وهي أن الاعتقالات الإدارية بالنسبة للدولة ولجهاز الأمن العام ليست قضية دائما بسبب حيثيات أو مخالفات جدية يحال أو تحال إلى المعتقل. لذلك هذا يضع كل موضوع الاعتقالات الإدارية صوب قيد النقاش وقيد المتابعة، لأنه يبين هنا أن هذه الاعتقالات في نهاية المطاف جزء منها مركب منها أساسي هو مركب سياسي وأولويات، وليس بالضرورة أنها ذات سبب وجيه على الأقل بالمفهوم الإسرائيلي. في المقابل أعتقد أنه بن كفير يعني هذه لا يمكن أن تكون لفتة من ناحية الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يعاني بلا يزال من وطأة القرار الكبير، إضافة لما يحصل في غزة طبعا هو الهول الكارثي، لكن يعاني من وطأة القرار الكبير في منع المصلين يدخلوا الأقصى في شهر رمضان المبارك، سواء من غزة سواء من القدس سواء من الداخل. وأيضا الحديث أنه الحكومة صدرت صلاحيات بن كفير هو ليس حديثا صحيحا، وبن كفير يملك الصلاحيات والقدرة والقوة والصلاحيات الدستورية أن يمنع ذلك القرار، وهو ليس الكلمة الأخيرة باعتقادي يجب أن يكون. لذلك هذا نوع من صراعه يكسب به أصواتا في اليمين، وهذا لصالحه في نهاية المطاف. الحديث عن اللي صالحه والمصالح أستاذ أمير، يعني هل المراهنة اليوم على تطورات في الداخل الإسرائيلي والآمال بحالات من الانقسام ما بين بني جانس وما بين نتنياهو هو نسبه أفضل من المراهنة على أن يخرج أي ملمح من المجتمع الدولي والقانون الدولي تجاه جرائم إسرائيل، أما أن الأمران سيان يعني نستطيع أن نضعهما في ذات الكف ما بين الداخل الإسرائيلي والمراهنة عليه وما بين ما نراهن عليه وننتظره من المجتمع الدولي؟ يعني أنا لست من دعاة التجيش ضد المجتمع الدولي. المجتمع الدولي مشكلته أنه موقف الأمريكي وليس المجتمع الدولي كله. لذلك المجتمع الدولي ليس موقفا واحدا، وإنما المشكلة أنه الموقف الأمريكي هو الأقوى في المجتمع الدولي، لا يزال يضع العراقيل ويمنع وقف الحرب ويدعم إسرائيل بشكل كامل وعمليا يتحمل مسؤولية كل شيء بما فيه ما حدث في الأمس من مزرعة في شمال غزة. لذلك أعتقد أنه الأوروبيين ليسوا براحة من موقف الأمريكي أو تبعيتهم للموقف الأمريكي. حركات التضامن تؤثر على والمناصرة للحق تؤثر على المجتمع الدولي وعلى الدول. لذلك مهم أن نرى هذه الجانب، فيه جوانب إيجابية في نهاية المطاف، لكن النظام الدولي هو الإشكال الذي يمنح الإدارة الأمريكية قدرة على منع أي وقف لإطلاق النار، وهذه هي الإشكالية الأكبر. في المقابل أعتقد أنه الرهان على القضايا الإسرائيلية الداخلية جدي أصبح أكثر من قبل، وبالذات ليس بسبب الحرب في غزة على غزة، وليس بسبب ما يعانيه الفلسطينيون في غزة، ولا بسبب الكارثة ولا المجازر ولا أعمال الإبادة ولا كل ذلك. الموضوع الأساسي الذي قد يكسر هذه الحكومة هو موضوع آخر، وهو له ارتباطات لكنه غير مباشرة، وهو موضوع التجنيد تقريبا من أبناء التيار الديني التوراتي المتزمت. هو التيار يختلف عن الصهيونية الدينية في تاريخه، وهو جاء من مناحي مشارب دينية توراتية أكثر منه صهيونية في تاريخه، طبعا جرت صهيونته مع الوقت. لكن في المقابل هناك، وهذا قد يحل الحكومة، لأن الحكومة مبنية على تحالف بين ثلاث تيارات: الليكود، التيار الصهيونية الدينية سموتريتش وبن كفير ومن معهما، وأيضا التيار الحريدي أو المتدينين التوراتيين الذين يقتنعون على قناعة بأن تعليم التوراة والحفاظ على التوراة
هو عمليا الحفاظ على الأمة بالمفهوم اليهودي، ولا يقل شأنا من الجيش، لذلك لا يخدمون بالجيش ويحصلون على تمويل هائل جدا لمدارس دينية ما يسمى ليشيفا. الآن هذا ممكن يكسر الحكومة، ولذلك بدأ في هذا المنحة وزير الحرب جالانت قبل جانس، وهذا قد يخلق انقساما داخل الائتلاف، وهو الأهم، لأن المعارضة غير منظمة بشكل أنه تقدر أنه تكسر الائتلاف الحاكم. أمير مخول الكاتب والباحث السياسي، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا من حيفا.